مساء الأنوار، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة مختلفة. عالم الجن عالم غيبي، لا بنشوفه ولا بنسمعه، لكن كتير مننا بيبقى عايز يتعرف كده على غيبيته، أسراره. هو فعلا عنده القدرة على السيطرة على الإنسان؟ ولا مين فينا أقوى من التاني؟ والحكايات كترت والكلام كتر، لكن فين مصداقية الكلام؟ مشاهدينا، أهلا بحضراتكم في ساعة جديدة من ساعات ساعة مع نبال وعالم الجن بين الحقيقة والوهم. العامة والخاصة مسيطر عليهم موضوع الجن والأعمال والسحر، لدرجة إن بقوا يترجموا كل حاجة في حياتهم للعمل والسحر. لو جالنا شوية مغص نقول ده إيه؟ لو راجل اتخانق مع ست نقول ده عمل. لو حد من الولاد جراله حاجة، لو حصل حادثة، أي حاجة، حتى لو شغلي وقف، بحطه تحت عنوان السحر والعمل. يا ترى هو ده الصح؟ يا ترى ليه كلنا خدنا الاتجاه ده؟ وليه كلنا بقى كل اللي مسيطر على عقولنا الجن والسحر والأعمال؟ وبقت في مشاهد بتتكرر كل يوم بنشوفها، سواء كان في الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي، أعمال وسحر بتتلم من المقابر، ناس بتطلع جن من على أشخاص شايفينها بعنينا، وغيره 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 وغيره. ده حتى دلوقتي بقى الحبيب بيجي بالسحر والأعمال. تخيلوا جلب الحبيب. الأقاويل زي ما قلت، ناس بيقولوا صح، ناس بيقولوا غلط. في كلتا الأحوال كلنا مؤمنين بوجود الجن، لكن إيه صحة الكلام؟ إيه صحة المعلومة اللي بتوصل لنا؟ هي دي النقطة. ويا ترى مين فينا اللي بيسيطر على التاني؟ الجن هو اللي بيسيطر على الإنسان، ولا الإنسان هو اللي بيسيطر على الجن؟ ومين فينا الأقوى؟ عموما كل الأسئلة اللي احنا عايزين نعرف إجابتها هنعرفها النهاردة بوجود ضيفي الدكتور محمد لملوم، المعالج القرآني. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا استاذ. بما أننا بنتكلم عن عالم الجن، عايزة في البداية أعرف إيه الفرق بين المعالج القرآني والساحر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طبعا فرق كبير جدا ما بين معالج بالقرآن أو الرقية الشرعية ومن الساحر. تمام. لأن الساحر ده عشان يكون ساحر حضرتك لازم يكفر بالله الأول، عشان الشيطان يجيله، يعني بيعقد مع الشيطان عقد إن هو يكفر بالله والشيطان يكون معاه ويبتدي بقى يشغله في الأذى ولا كده. تمام. وفي آية قرآنية في سورة إبراهيم، الآية 22 في سورة إبراهيم، بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني هو عنده القبول إن الشيطان يجيله ويتعاقد معاه وإلى آخره. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. تمام. شوف الشيطان بيقول لهم ما تلومونيش، لوموا نفسكم. أيوه. أنا دعيتكم وأنتوا قبلتوا الدعوة. بالظبط. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني لا انا هنفعكم ولا انتوا هتنفعوني. احنا يوم القيامه لا انا هنفعكم ولا انتوا هتنفعوني. اني كفرت بما اشركتموني من قبل. وكفر بالله يعني الساحر بيكون
اتجه لاتجاه معين وهو الشرك بالله وتسخير الشياطين عشان يقدروا ينفذوا له الحاجات اللي هو عايز او بيطلبها. اما المعالج القراني فده انسان حافظ القران الكريم، حافظ القران وملتزم بصلاته وملتزم بكل امور دينيه. اتبقى لحضرتك، فبيعالج بقى الحاجات اللي بيعملها الساحر. بالظبط، يعني ضدين ما فيش كلام فيهم. طب السحر ممكن يسبب امراض عضويه؟ في بعض الاسحار اسمه سحر المرض. سحر المرض ده بالذات بيتعمل لشخص، يتحط له مثلا سحر في كوبايه بيشربها، فطبعا السحر بيمشي مع الدم وكده. وبيركض في المعده السحر، فالانسان بيجيله اعراض المرض العادي زي الم في المعده، زي القولون، زي كذا. تمام. طب انا كراجل معالج بعرف اذا كان ده حاجه عضويه ولا حاجه طبيه؟ المفروض ازاي بقى يا دكتور؟ اقول لحضرتك حاجه، المفروض ان هو بيلجا للطبيب، الطبيب يقول له ما عندكش حاجه، المعده سليمه والقولون سليمه والى اخره. تمام. انا عشان اعرف اذا كان فعلا ده حاجه سحر ولا حاجه عضويه بعمل ايه؟ بسمعه الرقيه الشرعيه. تمام. انا مسجلها بصوتي في استوديو في الكويت وطالعه جميله جدا، 21 دقيقه ونص. تبدا من الفاتحه الى سوره الناس، ايات معينه في القران يعني. تمام. فالشخص بيسمعها، لو ابتدى يحس بالم في معدته بسمعه بقى الجزء الخاص بالسحر. المفروض بقى لو هو مسحور وشرب سحر او اكل سحر لازم بطنه تزيد الام فيها، تكركب، يعني بتظهر علامات معينه بمجرد ان يتقري عليه الرؤيه الشرعيه، مجرد ما يسمعها بتظهر اعراض معينه بتقول ان الشخص ده فعلا شارب حاجه او فعلا معمول له حاجه او كده، او مخط حاجه. لو مخط حاجه لازم رجليه تنمل. الامراض ايه الامراض اللي فيها تشابه بين الامراض العضويه والامراض الروحانيه؟ اقول لحضرتك حاجه، في مثلا مرض زي مثلا العقم عند النساء، المرأة بتعمل تحاليل وهي وجوزها ما فيش أي مانع للحمل، بيقعدوا سنة واثنين وثلاثة وسبعة لحد حتى 10 سنين ما فيش حمل. في الحالة دي لما بقرأ عليها الرقية بتيجي في آيات معينة زي آية السحر، لازم تحس بآلام ناحية الرحم. معناه ان في شيطان ساكن في الرحم وبيفسد كل حاجه بتتم عشان ما تحملش. ليه؟ لان الطب بيقول ان عشان يحصل حمله لازم يحصل قذف من الرجل، قذف من المراه في الرحم، ويعيش الحيوان المنوي يعيش 12 ساعه، وفي ال 12 ساعه دول بتغذى من غده في جسم المراه. تمام. عشان يتكاثر ويتبايض وتبتدي تحمل يعني. فالشيطان اللي ساكن في الرحم لما بيقتل الحيوان المنوي نفسه عشان ما يعيش 12 ساعه عشان ما يحصلش تكاثر ولا تبايض، لما بيمنع الغذاء اللي جاي من الغده دي للحيوان المنوي، فالحيوان المنوي بيموت، فما بتتمش عمليه ايه الحل. يعني السحر فعلا ممكن ان هو يكون عارض من العوارض اللي بتحصل للبني ادمين، بس عشان نتجه لاتجاه فكره السحر والاعمال والاتجاه ده لازم نكون متاكدين مليون في الميه ان احنا صحيا بكل التحاليل وكل ما فيش حاجه. طب ايه الفرق يا دكتور بين المس والسحر؟ انا هقول لك الفرق بين المس والسحر، ولكن في عايز اكمل بس النقطه اللي اتكلمت فيها. اتفضل. يعني مثلا زي مرض الصرع ده بيتشابه بدرجه 100% ما بين الصرع الطبي والصرع الروحاني. فالصرع الطبي بيقول مثلا ان واحد عنده بؤره في المخ، واحد عنده خلل في الجهاز العصبي، واحد عنده ده التحاليل. التحاليل بتقول كده. لو التحاليل قالت كده ما لوش علاج عندي، لازم يتعالج مع الطب. بالظبط. طب التحاليل قالت ما عندوش حاجه خالص. تمام. هنا بقى انا بعرف ازاي اذا كان مريض عضوي او مريض عن طريق مس او حاجه؟ بسمعه الرقيه. لو هو عنده حاجه عضويه بيسمعها بيرتاح جدا جدا. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. يرتاح نفسيا ويسمع القران براحه وكده. لو عنده بقى مس روحاني، لان طبعا الشيطان هنا بيسكن في الدماغ،
فبيمنع الدم يوصل للمخ بالسرعة طبيعية. تمام. فبيجي له صرع. هنا بقى لما بسمعه الرقية الشرعية وعنده مس شيطاني ما فيش دقيقتين بالظبط بينصرع. يبدأ بقى يصرخ، يبدأ يرفض القرآن، يبدأ يشيل السماعات من دون يرميها. هنا بتدخل أنا بقى وبقرأ عليها آيات معينة اللي بتكتف الشيطان معاه، وابدأ أتعامل معاه. طب يا دكتور، برضو السؤال اللي سألته لحضرتك، إيه السحر، إيه فرقه عن المس؟ بص يا ست، كل سحر فيه مس. آه. لأن السحر عبارة عن إيه؟ زي ما قلت لحضرتك إن السحر بيكفر وبيسخر شيطان لإذا إنسان معين، فأي سحر لازم يكون فيه مس، والمس أنواع، في مس داخلي ومس خارجي. آه. ممكن الشيطان يبقى بعيد عن الجسم. بس لا، بس انا مش فاهمه دي يا دكتور. يعني دلوقتي انا بسمع ان في حاجه اسمها مس، ايوه، وحاجه اسمها سحر. استاذ اتفضل. كل سحر فيه مس. كل سحر فيه مس. تمام. وليس كل مس بسبب سحر. وليس كل مس بسبب سحر. ليه؟ لا، السحر لازم يكون فيه شيطان ينفذ المهمه المطلوبه. تمام. زي مثلا يكرهها في جوزها، يمنحها من الخطوبه، من الجواز، من الانجاب، من الانجاب، من الكلام ده كله. اما المس يعني المس اولا بينقسم الى مس بقصد ومس بدون قصد. ايه الفرق بين المس بقصد ومس بدون قصد؟ المس بدون قصد زي مثلا الرسول عليه السلام علمنا اذا دخلت الخلاء او دخلت الحمام نقول اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث اللي هم ذكور الجن، والخبائث اللي هم الاناث. تمام. فلما تيجي واحده مثلا معاها ميه سخنه او ميه مغليه وتكبها في الحمام، وتصادف بالصدفه وجود شيطان في الحمام، لان ده الاماكن اللي بيسكنوا فيها الشياطين، يعني الحمامات الاماكن اللي ما بيذكرش فيها اسم الله سبحانه وتعالى. تمام. فبالتالي بتاذي الجن، فهو متوقع او متصور ان هي قصد تاذيه. لان القران بيقول لك يرانكم هو وقرينه من حيث لا ترونهم. هم بيشوفونا، احنا ما بنشوفهمش، وده رحمه من عند الله سبحانه وتعالى. وده اللي بيبقى غير مقصود. غير مقصود اللي هو غير مقصود. فطبعا الشيطان بيمس الشخص دي او كده. لو شخص متدينه ومحافظه على صلاتها وعلى اذكار الصباح والمساء وسوره البقره، ما يقدرش يخش جسمها. حتى لو اذيته؟ حتى لو اذيته بيأذيها، يخبطها مثلا خبطه، يخبطها في دماغها، فلما جاء قرا عليها تحس بألم في الكتف، ألم في الدماغ، بس ما بتغيبش عن الوعي. يعني اصل حضرتك دلوقتي حطيت خط تحت حاجه قويه جدا. حضرتك قلت دلوقتي ان لو حد بيقرا القران باستمرار ومتدين ومؤمن، صعب قوي ان الجن ممكن يأذيه. يا ممكن بس يحس، ممكن يدخل جسمه، ممكن يدخل جسمه حتى لو هو جسمه. ما يقدرش. يعني كل ما يقرا قران وكل ما يسبح وكل ما يصلي هيأذيه، فهو جبر على الاذى ده. ما ممكن يعمل مهمه زي مثلا يعطل واحد عن الزواج. هو خارج الجسم. يبدا مهمته امتى؟ لما تتخطب. يعني تلاقيها طبيعيه جدا في امورها وفي حياتها وبتصلي وكل حاجه. بس عندي ما يجي لها خطيب يبدا بقى يشتغل، يكررها في الخطيب بقى، يصرم الصور، يخلي الخطيب يشوف شكلها بصوره مش طبيعيه، يخليهم يختلفوا على دبله، على محبس، على معرفش ايه. المهم ما تتمش الخطوبه وخلاص. وطبعا دي لو حكيت لحضرتك على حالات، مئات الحالات اللي هنيجي ليها. بس على السوشيال ميديا يا دكتور بنشوف عجب. يعني بنشوف اسحار عماله او اعمال يعني بتتلم من القبور. ناس بيطلعوا من الجن او المشكله اللي على الشخص يعني في جلسه واحده. هل ممكن ان علاج زي ده ينتهي في جلسه واحده؟ هو جلسه واحده صعب جدا يا استاذ نبيل. يعني اللي بنشوفه ده شو اعلامي في الغالب، يكون شو اعلان. ليه؟ لان النهارده لما واحده عندها مس شيطاني جاي عن طريق السحر او جاي عن طريق مس او غير مقصود، يعني او مقصود. والمقصود له صور والغير مقصود له صور كثيره. في الحاله دي لازم احصنها، بديها علاجات معينه، ولازم اقرا عليها بعد فتره، بعد اسبوع، بعد 10 ايام، اتاكد ان جسمها فاضي وبقى كويس.
ما ينفعش اني في جلسه واحده شكرا، طب ما ممكن اطلع الشيطان من عليها وبعد ما امشي يخش في جسمها تاني. لازم تاخد تحصينات عشان جسمها يتحصن. يعني ما نصدقش كل اللي احنا بنشوفه على المشاهد بتاعت الفيديوهات والحاجات دي، ما نشوفهاش. كله يعني حتى العلاج الروحاني بيبقى محتاج جلسات ومحتاج اكتر من مره علشان جلسه او اتنين او تلاته يقدر ان المريض مثلا يحصل له الشفاء باذن الله. طبعا كله باذن الله. طيب ايه موضوع بقى لم الاسحار والحاجات دي من المقابر؟ اقول لحضرتك حاجه، يعني ده الواحد بقى مرعوب يا دكتور، يعني بقى ماشي دلوقتي مرعوب، يعني انه ممكن اي حد يعمل لاي حد اي حاجه في اي وقت، يعني شيء مش منطقي. شخص ما عندوش دين وما عندوش رحمه وما عندوش قلب بيأذي طبعا، وللاسف معظم الحالات اللي انا عالجتها الاذى بيكون من اقارب. فالسحر في حد ذاته ثلاث انواع. اتفضل. في سحر مرشوش والشخص خط عليه. انا بعرفه ازاي؟ لما بسمعه الرقيه لازم يحس بتنميل او تقل في رجله او اي حاجه خاصه بالرجلين. ويجي فئه السحر يزيد. ونوع التاني من السحر يتاكل او يتشرب. ده بتبقى في البطن. تمام. فلما بقرا على الرقيه بيحس بالام ومغص في البطن لا يطاق يعني. تمام. طب لما يحس بقى بصداع وان هو دماغه تقلت وتعبان جدا جدا، فاحتمال السحر اما متاخد حاجه من قطره والسحر عمل عليها نفس عليها حاجات طلاسم وكده، او كتب عليها حاجه وطبعا تبقى عليها اسم المسحور ويعلقها في شجره او يدفنها في مقبره. والدفن في مقابر دي بتبقى اصعب انواع السحر، بيخلي الشخص على طول لا حول ولا قوه يعني في جنان على طول. طب وفكره الحته اللي قلت الجزئيه اللي قلت لحضرتك عليها من شويه، فكره المقابر وتطهير المقابر وتطليع يعني اخراج الاعداد المهوله من الاعمال والحاجات دي، هل هو لازم كده؟ يعني لازم يروحوا المقابر، لازم يفتحهم، لازم يعني لا ما احنا عايزين نفهم، يعني احنا عايزين نفهم. ما هو المعالج بقى لو معالج شاطر يقدر يعرف ان الشخص ده معمول له حاجه في المقبره، متفول له حاجه. بيعرف ازاي يا دكتور؟ ما انا بقول لحضرتك اهو، مجرد ما بيسمع الرقيه بيحس بصداع مميت. فانا بقى تخلص الرقيه وابدا انا اقرا عليه بنفسي ايات معينه، اول 10 ايات من الصفات مثلا، ايتين في سوره الرحمن، يلاقي دماغه ده هتنفجر، تبقى انا معمول له حاجه مدفونه. مع العلاجات بقى اللي بياخدها وكده بتبطل. طب العيب بتاعت الساحر فكرة ياخد معلومات عن الشخص مثلا، أو نقدر نكشفه ازاي؟ يعني نقدر نقول ان ده ساحر ومش معالج، وانه يعني نقدر نمثله بالشيطان، يعني نعرف ازاي؟ بص يا ستكم، دلوقتي كل انسان فينا عنده قرين، مولود ومعاه قرين. تمام. والقرين ده فاسق وكافر بيلهيك عن ذكر الله. القرين الوحيد اللي اسلم قرين الرسول عليه السلام. قال لك اعاني الله عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير. حتى الشيطان لما تحدى ربنا قال له ايه؟ لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. ربنا قال له ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. ولذلك لما تلاقي انسان ملتزم بصلاته وقرانه وكده بتبقى تاثير الشيطان عليه ضعيف جدا، مش قادر عليه. طب الرقيه الشرعيه دلوقتي طبعا شيء طبيعي انها بحصن، اكيد، لكن هي اتحطت تحت مسميات، الرقيه الشرعيه للصداع، الرقيه الشرعيه للمغص، الرقيه الشرعيه للعظام، هل ده يعني كلام سليم؟ هو حضرتك القران شفاء، ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فكل آيات القرآن شافية، يعني سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقرأ الفاتحة فقط على المريض كل حاجة بتخلص. في بعض ما دكتور أنا أقصد نقطة معينة. دلوقتي ما هو طبيعي لو أي آية الإنسان قراها، المؤمن قراها بيقين، هيكون ليها تأثير عليه. طبعا. لكن اللي أقصده المسميات اللي اتحطت تحتها الرقيه الشرعيه، يعني مثلا تلاقي دلوقتي رقيه شرعيه، يعني الكلام ده صح ولا لا؟
انا بقول لحضرتك يعني هو ما هو طبعا انا عايز اخد معلومه مفيده، يبقى عندنا وعي. يعني احنا لما نقرا حاجه بنشوف حاجه يبقى احنا عندنا وعي، فاهمين احنا بنعمل ايه وده صح ولا غلط. هو سعادتك الرقيه الثابته اللي هي مثلا بتحصل بيها الشخص او تحصل بيها الاولاد او لاخره، هي الفاتحه بتتقرا 3 مرات، وآية الكرسي بتقرا 3 مرات، تمام، واخر البقره من اول امن الرسول المنزل عليه من رب والمؤمنون لحد اخر السوره، والاخلاص والمعوذتين، والواحد بيقراهم مثلا وعامل ايده كده وبيقرا دعاء كده، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض وفي السماء وهو السميع العليم، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن شر كل شيطان وهامه ومن شر كل عين لامه، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اللهم رب الناس اذهب الباس اشفى انت الشاف، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وينفخ في ايده كده ويمشي ايده على جسمه او على جسم الطفل او على جسم اي شخص. دي الثابته، دي الرقيه الثابته المصغره المعروفه لينا كلنا، دي بقى بتعالج الصداع وبتعالج كل الامراض اللي خلقها ربنا. لكن المسميات دي ده كل واحد بيسمي ابتكارات يعني من الناس. طيب فكره الناس اللي بتشغل الرقيه الشرعيه بصفه مستمره في البيت، ما انا بقول لحضرتك حاجات من الواقع. يعني صح. يعني هل ده حصن، يعني هل ده يعني شيء صح ان انا اشغلها بصفه مستمره ولا ليها اوقات معينه؟ والله اصل لما اشغلها بصفه مستمره لازم تسمعيها، لازم اقرا القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ما ينفعش ان واحده في المطبخ مشغله القران وواقفه بتعمل في اكل ومش سامعه القران خالص. ولذلك بعض الناس يقول لك ايه يا دكتور هيكون عندي ايه اذا كنت انا بشغل القران 24 ساعه؟ ايوه بتشغل القران بس ازاي؟ بس ما بتسمعوش. ويجي يسمع الرقيه الشرعيه اللي بيسمعها له ويتلخبط كيانه. يقول لك الله، طب انا مشغل القران 24 ساعه في البيت لكن ما بتسمعوش، انما انا بديك رقيه تسمعها بتركيز، فلازم يظهر عليك لو عندك حسد بيظهر، لو عندك عين بتظهر، لو عندك مس بيظهر، والقران موضح كل الكلام ده. يعني المس ذكر في القرآن، والحسد ذكر في القرآن، والعين ذكرت في القرآن، وأي حاجة ذكرت في القرآن يا أستاذ نبال ما حدش يقدر يجادل فيها. طبعا ما احنا مؤمنين بوجود الجن ومؤمنين بالأعمال والحاجات كلها ذكرت في القرآن، بس احنا يعني المقصود ان احنا عايزين نفهم الصح، يعني اقول نفهم الطريق الصح. واحد ما بيصليش وبيقراش قرآن وشغل القرآن 24 ساعة في البيت، طب إذا كنت أنت ما أنتش مطيع لله وما بتصليش، الصلاة دي عماد الدين أصلا. صح. يعني معنى كده إن إن الشيطان أو الجن، نقول الجن صح؟ الجن بيكون بالنسبة له الإنسان اللي بعيد عن ربنا وعن وإنه سهل جدا إنه يتأذى. لو واحد اتعمل له سحر بالفعل وهو متدين وبيقرا القران وبيقول الاذكار ويعني وبيسبح وبيستغفر، هل صعب ان السحر ياثر فيه؟ تاثير الجن عليه او تاثير السحر تبقى ضعيف ضعيفه، بس لازم ياثر فيه. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم اتسحر. الرسول صلى الله عليه وسلم سحر الوليد بن الاعصم، وده كان يهودي وساحر قوي جدا، ونزلت المعوذتين لابطال سحر الرسول عليه الصلاه والسلام، ونزل سيدنا جبريل، والسحر كان في بير معين وراح علي بن ابي طالب سيدنا علي بن ابي طالب جابه وكده. فاذا كان الرسول سحر ليه بقى؟ لان السحر ده عارفه لو حسد او عين مع التسابيح والكلام ده ما بتاثرش فيه، انما السحر فيه شيطان قاعد له 24 ساعه. يا ربي قاعد 24 ساعه وعنده مهمه لازم ينفذها، لان السحر لما بيبعت الشيطان ينفذ مهمه معينه بيبعت معاه حرس شوفوه وافي بالمسؤولية ولا لا. فإذا عاشوا إنه متقاعس ممكن يبعت غيره أقوى منه أو ممكن يأثر فيه. وفي يعني السحر ده بيبقى فيه تجنيد لعدد من الجن والله 24 ساعة دي للشخص، يعني حتى لو هو بيذكر ربنا وبيسبح هيأثر فيه بأقل بس هيأثر فيه، لكن ممكن يفك السحر. يعني ممكن الشخص نفسه بإيمانه ويعني قوة إيمانه
يعني يقدر يفك السحر، بس هنعرف بقى الإجابة بس بعد الفاصل. ورجعنا تاني، والعالم الجن بين الحقيقة والوهم. هل يا دكتور الإنسان المتدين يقدر بالفعل أنه هو يقدر يفك السحر نفسه؟ صلحتك حاجة، ربنا في القرآن في الآية 102 في سورة البقرة بيقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولوا إنما نحن فتنة فلا تكفر. تمام. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وفي آخر الآية يقول لك إيه؟ وما هم مضرين به من أحد إلا بإذن الله. لو ربنا يعني شايف ان الشخص ده متدين جدا وبتاع، وممكن يأثر فيه فتره معينه وينتهي بتدينه، احتمال كبير جدا. والسحر له مده؟ لا، في سحر بيجدد بنفسه يعني كل مثلا سنتين يتجدد. وفي سحر بيتعمل طالما ما ابطلش يفضل شغال على طول لحد 30 سنه. يا سلام. اي والله. طب هل الجن قوي كده للدرجه دي يا دكتور؟ يعني هل الجن فعلا يقدر يسيطر على الانسان؟ هل هو بالفعل يقدر يشوف الغيب؟ يعرف الغيب؟ لا، بص يا سيدي، اولا لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. تمام. لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. والدليل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك: ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك. في حاجة مهمة جدا كمان، سيدنا سليمان لما مات وكان متكى على العصا، الجن ما كانش عارف، فالسوسة أكلت العصا فوقع. فالآية رقم 14 فصول 7 بتقول إيه؟ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سيئته. فلما خر، لما وقع يعني، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. دي حاجة. الحاجة الثانية إن قبل الإسلام كان الشيطان بيسترق السمع، يجيب الأخبار اللي في السماء الدنيا ويقولها مثلا للكاهن، فالكاهن يقول: يا أخوانا أنا هنزل مطر. يعني 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 يا دكتور عايزة رد من حضرتك، الجن ما يعرفش الغيب؟ لا يمكن يعرف الغيب، لا يمكن، ولا أي مخلوق. الجن تأثيره قد إيه على الإنسان؟ ولا الساحر هو اللي بيسخر الجن، وبالتالي هو هنا الجن بيبقى خدام للساحر، فبالتالي هو بقى بيعمل كده في الانسان. بالظبط كده. هو القران قال لك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في سوره النساء: الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيف. الشيطان كده ضعيف قدام الشخص المتدين واللي محافظ على صلاته وعلى اذكاره وكده. يعني الانسان اقوى من الجن؟ طبعا الانسان اقوى من الجن، مش الجن مرة. هو اقوى منه يعني زي ما احنا متخيلين. ممكن يحرق 100 جن بقيه الكرسي. فطبعا الانسان اقوى بايه؟ بتقربه الى الله سبحانه وتعالى. طب يا دكتور، الحاله اللي موجود فيها المجتمع الفتره دي، فكره الجنون بالعالم، عالم الجن وعالم الشياطين والاعمال والاسحار، يعني لدرجه دلوقتي خلاص، يعني حتى زي ما قلت في المقدمه موضوع جلب الحبيب، يعني تخيل حضرتك ان واحده تعيش مع واحد هو ما بيحبهاش لمجرد ان هي بتحبه وتعمل له عمل علشان تتجوزه. كل ده سحر وشعوذه يا دكتور، كل ده سحر وشعوذه. لان لا يجوز الاستعانه بالجن حتى لو بيدرس لي القران. او الدكتور بيقول سحر وشعوذه، على لسان دكتور محمد بيقول سحر وشعوذة، يعني نفكر كده ونشوف أمورنا صح، وبلاش طبعا نمشي في الاتجاهات الغريبة اللي احنا عمالين نشوفها على مواقع التواصل. القرآن واضح يا أستاذ نبيل، بيقول لك: وأنه كان الرجال من الإنس يعوذون بالرجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني الاستعانة بالجن في جميع الأحوال، سواء في المحبة، سواء في الكرة، سواء في أي شيء، لا تجوش. دكتور محمد، ايه اصعب الحالات اللي قابلت حضرتك في حياتك يعني وانت بتعالج؟ هو في حالات كتيره جدا طبعا قابلتني. وفي حالات شلل وشوفي بفضل الله، وفي حالات عمى وفتحت بفضل الله في نص ساعه،
ولكن في حاله كده غريبه شويه حصلت معايا. اتفضل. انا كنت في احدى الدول العربيه، والدوله دي كانت محتله احتلال ايطالي. فكان في سحر في منطقه معينه في البلد دي، كان سحر من اصول مغربيه وكان قوي جدا. كان يسحر كل الناس ويعرف ان فلان هيتجوز النهارده، يعملوا له مؤاخذه حاجه اسمها الربط، فيربطه، فلو جاله دفع له 300 جنيه قبل الدخله يعديها له، ما دفعش ايه الصبح يدفع 500. يا نهار ابيض. فكان سحر، كان في ضابط شرطه كده يكره المشعوذين والدجالين، وكان بيقبض عليهم ويحبسهم ويرحلهم وحاجات كده. فالسحر ده سحر زوجته ولبسها جن ايطالي. جني بكاك ايطالي. لان البلد، لا انا بس يعني حاسه اني فيلم يعني على دي حقيقه. تمام. فانا لما ابتديت اقرا عليها عرفت ان في جسمها مس. ففي مثلا بتجيبي ميه وتقرا عليها ايات معينه، فبتصير ميه نار بالنسبه للجن، بتحرقه يعني. فانا برش عليه، لقيته بيتكلم كلمات ايطاليه، بقول فوق وفوق وفوق، يعني نار يعني. استبر تشاندو، انا بتحرق. فانا بقول له يا سيادة الليل العقيد، زوجتك بتتكلم طلياني؟ قال لي يا راجل كيف تتكلم طلياني؟ حتى العربي ما بتتكلموش، بتتكلم عربي بالسيف يعني بالعافيه. قلت له بس الكلام اللي قدامي طلياني وجن طلياني يعني. فراح جاب تبع الكلام ده من 22 23 سنه، ما كانش فيه بقى التسجيل في الموبايلات وكده، فراح جاب مسجل وحط شريط فيه وسجل الحديث كله اللي بينه وبين الشيطان ده. ربنا قوانا وخرجنا الشيطان. لما كانت تشيل اي كوبايه ميه كانت تقع منها. راح الصبح تاني يوم راح السفاره الايطاليه وسمعهم الكلام. هل فعلا يعني الصوت بتقدروا تسمعوا الصوت وتسجلوه؟ طبعا عادي يعني. الجن بيبقى عارف ده، بيبقى عارف ان هو هيتسجل له. هو بقى هو دلوقتي جاي واحنا مسيطرين عليه. فيعرف بقى، ولا ما اعرفش يتحرق بقى نعمل ايه. اصل انا برضو لكن يعني الـ 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 الجن بيتكلم على صوت المريض. لو المريضه امراه وممسوسه بجن رجل، تتكلم بصوت راجل. والعكس صحيح، لو راجل عنده مس امراه تتكلم بصوت امراه. طب دكتور، فكره كلام واضح جدا، الملح وميه الورد ودهن، وانه يعني ندهن الجسم بزيت الزيتون، مقري عليه الرؤيه الشرعيه او المعوذتين، كل ده حاجه جميله جدا. طالما مقري عليه القران حاجه جميله جدا. والملح اصلا عنده قوه ايجابيه كبيره، بينتصر على قوه الشيطان اللي هي القوه السلبيه. يعني الحاجات دي صح؟ طبعا صح. الحاجات دي صح. صح. واستخدام الميه في الملح ميه وميه تقرا عليها القران، لو تقرا عليها مثلا الفاتحه وقيت الكرسي واخر البقره والاخلاص والمعوذتين والدعاء اللي بتاعتك عليها، تقرا تحط سبعك وتقراها في الميه. وايات ابطال السحر، ولو تحبي لو في وقت اقول لك ايات ابطال السحر موقعها في القران ايه وبتقول ايه. تمام. تحب اقول ولا؟ لا، هنقول في النهايه، في الختام ان شاء الله هنقول بقى الرقيه الشرعيه بصوت حضرتك ان شاء الله. ما الرقيه الشرعيه لو قلتها بصوت حضرتي هتاخد نص ساعه. لا، احنا عايزين بقى السريعه اللي حضرتك اتكلمت فيها من شويه. يعني احنا نقدر نقاوم الحاجات دي ولا لا؟ ما هو الموضوع مفزع. ما انا بقول لحضرتك وسبب على فكره الحلقه النهارده، ان بالفعل انا بسمع يعني دلوقتي حتى في مداخلات بتحصل على الهوا، ان ناس بيعترفوا ان هم عملوا سحر الناس. ايوه، عادي جدا. يعني بتتكلم بطريقه عاديه جدا انها عملت سحر، مش عارفه تعمل ايه عشان ترجع مثلا الشخص ده تاني او تجيبه تاني. تلجا بقى الواحد معاه دلوقتي. يعني وصل لحضرتك انا اقصد ايه من المعنى؟ ايوه. ان نعمل ايه؟ علشان اقدر احمي ولادي، احمي بيتي، احمي نفسي، ان انا ممكن اتعرض لاي حاجه من الحاجات اللي حضرتك ذكرتها. انا قلت لحضرتك اهو، انت لو تجيبي ميه سبع ازاز ميه مثلا، وتحط صبعك كده وتقرا الرقيه اللي انا قلت لحضرتك عليها، وتقرا ايات ابطال السحر اللي انا هقولها لك دلوقتي بصوتي كمان. تمام.
وترشيها في اركان البيت لفتره مثلا اسبوع، او تشطفي ابنك منها، او انت عايز تشطفي منها تحط عليها نبات سدر معين والملح، سبع معالق ملح. تمام. الدنيا كل شيء بفضل الله. خدت بال حضرتك؟ والقران بقى والذكر والتسبيح. احنا قلنا اهو الرقى اللي احنا قلناها، اصل الرقى اللي انا بسمعها للشخص يعني طويله، فانا لو قلتها النهارده هنحتاج كمان ساعه فوق البرنامج. ايه من الحالات برضو اللي قابلت حضرتك ما قدرتش ان انت تنهيها في الجلسه؟ يعني اخذت مش هنقول بقى يومين ثلاثه، اخذت فتره اطول من كده. هي اطول فتره يا دكتوره نيبال هم 3 جلسات. الجلسه الاولى بعرف الشخص ده عنده ايه، تمام، وبديله يعني جزء معين من العلاج، يعني حاجات اعشاب زي ما قلنا زيت حبه البركه والعسل والكلام ده، وايات مكتوبه بالزعفران بالقران بيحطها في ميه ويحط لها ملح ونبات سدر ويستحمى بيها وكده. واجي بس اسمعه الرقيه في بعدها باسبوع بلاقي تحسن واضح. والله لو ما حسش بحاجه خالص اقول له شكرا بارك الله فيك ونجوته من القوم الظالمين وخلصت موضوعك. تمام. لو لسه في تاثير بسيط لازم يحس بتحسن، ممكن 50% ممكن 60% ممكن 70%. بخليه يكمل كورس العلاج مع قرايه سوره البقره طبعا يوميا، مع قرايه ورد معين بيقراه. في الحاله دي بيجي في الجلسه الثالثه بتبقى تمام خلاص خلص الموضوع. هل كل حاله اسلوب العلاج فيها بيكون مختلف؟ كل حاله يعني مثلا يعني المس اللي هو السحر المشروب او المرشوش او المس المقصود او غير المقصود، كل حاجه بيبقى ليها ايات معينه وبيبقى ليها طريقه معينه في العلاج. لا هي بصي رقى شرعيه بتفيد في كل حاجه. ولكن استخدام العلاج بيختلف من حاله الى حاله. تمام. يعني مثلا واحده معمول لها سحر عقم، يعني شيطان ساكن في بطنها في الرحم. في الرحم لازم تاخد ابخره معينه او تاخد ميه معينه، تجيب فاس مثلا وتسخنه لدرجه الاحمرار وتكب عليه الميه وتلاقي البخار في جسمها من اسفل يعني. طبعا دي ما بتتعملش لاي حد. لو مثلا واحد شارب سحر او واكل سحر لازم ياخد حاجه اسمها قسط هندي بيتغلي ويتصفى ويتحلى بعسل نحل سدر ما قال عليه القران ويشربه. تمام. او مثلا نقول له الميه دي خد اشربها وقوم رجع. فكل يعني كل حاله ولها علاجها. طب المعلومه برضو اللي منتشره قوي يا دكتور في الفتره برضو الاخيره دي موضوع البخور. هل بيتكتب مثلا بخور لمنع دخول الشياطين والجن وتطهير البيت؟ هل بالفعل فعلا في بخور بتمنع دخول الجن او الشياطين؟ هو ساعتك القوه مش في البخور، القوه في القران اللي بقرا على البخور. يعني انا لما بدي المريض بخور خلطه معينه من البخور اللي ريحته طيبه جدا، لان الشيطان بيكره الريحه الطيبه والملائكة بتحب الريحة الطيبة. فلما بقرأ عليه كمان آيات إبطال السحر وآيات بتكون أكتر بركة. بتكون أكتر بركة وأكتر لكن تأثير. لكن مش لأن هي البخور دي أو الحاجات دي هي اللي القرآن هو اللي مال عليها أو هتطرد. لا القرآن اللي مال عليها. دكتور محمد يعني بجد احنا يعني اتبسطنا قوي مع حضرتك النهارده، ونتمنى ان يكون كان في اجابات يعني لاسئله كتير، اكيد كتير من المشاهدين يعني بيسالوا عنها وعايزين يعرفوها، واتمنى ان احنا نكون فدناهم يعني. فبشكر حضرتك جدا ونورتنا الاذاعه. هو انا بس كلمه صغيره كده عايز اقولها. اتفضل. انا ما باخدش مقابل في العلاج، بقرا لو رحت للشخص مره او اثنين وثلاثه ما باخدش اي مقابل. ما عشان كده بيكون في علاج. لانه في الله الهدف الاساسي انه في الله. فاللي حابب يتواصل مثلا ودخل على اليوتيوب وكتب الدكتور محمد لملومه يتواصل معايا بالارقام الموجوده، او يتواصل مع شركه انت اللي بتعمل. انت حضرتك نورتنا النهارده وشرفتنا. وفي الختام وما هم بضارين به من احد الا باذن الله.
أنا حابة إن حضراتكم تسجلوا معانا الختام، لأن هطلب من الدكتور دلوقتي إن هو يقول الرقية الشرعية بصوته، ولعل وعسى تكون شفاء لكتير من الناس، وإن الحل هو الإيمان وقربك من ربنا والقرآن. اتفضل يا دكتور. طبعا الرقية الشرعية طويلة جدا، يعني تحط نص ساعة لو أنا قريتها بصوتي. لا، احنا عايزين المقتصر. لكن أنا ممكن أقرأ مثلا آية إبطار السحر وأقدر أحددها من دلوقتي وأقرأها بصوتي. تمام. من 117 ل 122 من سورة الأعراف، بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأوحينا إلى موسى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وفي الآية رقم 81 و82 من سورة الأعراف بتقول إيه: بسم الله الرحمن الرحيم، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. الآية الثالثة 69 سورة طه: بسم الله الرحمن الرحيم، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الآية الأخيرة بقى رقم 23 في سورة الفرقان بتقول إيه: بسم الله الرحمن الرحيم، وقدمنا اللي هي إبطار السحر. الرقية الشرعية كلها أنا مسجلها في شريط، يعني موجود على اليوتيوب، وممكن أديها لحضرتك وتبقى تنزلوها في أي وقت بصوتي من أول الفتحة لحد الناس، وفيها الآيات اللي أنا قريتها دلوقتي دي. بشكرك ويا رب تكون يعني فايدة لكل الناس، وفعلا نكون افدناهم النهارده بالحلقه بتاعتنا في ساعه معانا. وانا بقول للناس يعني وصيه اخيره: يبعدوا عن السحره والدجالين، وكل واحد نفسه ضعيف او عايز يأذي انسان. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب يعني لك ليؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فانت ليه تأذي وتكفر، توصل نفسك لمرحله الكفر ليه؟ ما هو ده بقى الدكتور اللي عايزين نقوله في ختام الحلقه، ان الوعي، التدبر، فهم الأمور، عدم تصديق أي حاجة بسهولة، وإن قربنا من ربنا هو اللي هيوصلنا دايما للأمان. أستاذة نبال، شكرا. شكرا يا فندم، وبشكركم، وزي ما بقول دايما: دعوة للحياة في ساعة مع نبال.